كلام مصحف طبعا. هذا بيتي وهذا البوري مالي، شمعه ما خلى لك اللي انت تجاوز يا ابو اشون تجاوز اليوم 50 سنه هذا الخط مالنا، يعني مين اروح اجيب مي ساعته؟ حتى شمعه ما خلى لي دفن وظل فايت، انا مين اجيب مي؟ وهذا بيتي سنه طافوا يعني لا تجاوز ولا ابد. منطقه الشيخ فتحي مقابل مدرسه الرشيد. والله شنو عاني هاي دعك عليه ماي صارنا تسع ايام احنا بلا ماي، هاليوم ديجون وغاد جو شوارع دعك على شوارعنا دعك على المزبله غادي مالتنا ما بد ما فد يوم والله من رجعنا لحد لما رجعتوا بلديه جيت على المنطقه مالنا ابد ماينا والله بالقران حتى ماطور ما عندنا ماطورات بيوتنا ما عندنا طلقه والله حتى الطوافات عطق من قوته للماي انت جيت بدلت لي ليش انا من جيت تبدل بواري بواري جدا احنا كلنا بدلناها بواري احنا كلنا من المنطقه كل جيدي بدلناها انت جيت تبدل على جد تبدله على حساب الدوله ما كان لك دينار ما اعطينا بس انت على جد بدلت البواري جدات هسه زي ما خل يلا بدلتهم على عيني وراسي دربوط تعال اربطها يوم يومين شمس طيبه تعال اطلع اربط زي ايش تريد بالبورصه بعد ما ربط هنا بعد ما ربط هذا شد وهذا والله عن ننقل عن نقول عن يجي تنكر نشتري ويعبي لنا ماي. ايه نشتري ايش نعمل لعد؟ ايه لعد لو ما عندنا ماي ايش نعمل؟ وين بيره هذا؟ يا داق عليه انهجم، يا داق عليه، هذاك هو البيره وراك هو. لا بلديه تجي تشيل الوسخ، لا شيء تجي، كل من يجي يابه تعال هوني هذا ما قاطعي هذا ما قاطعي لا افهم. وانطونا عرباي نحن بدنا نشتغل ونشيل وسخنا بايدنا. والله الماي نحن عم الاول نصبنا شبكه جديده. يعني ورا التحرير شبكه هاي كلها جديده نصبناها وجوشوا قبل 10 ايام حفروا ولغوا شبكه القديمه ومدوا يابا هاي الشبكه مالنا جديده روحوا لقوا لكم منطقه ما بيها بواري مدوا لكم بواري هاي البواري تستفادوا قالوا لا هاي مدوا شبكه جديده مدوا شبكه جديده وصلوا لي هنا وسدوها يعني كان عندكم مي قبل نحن مينا طلقه ايه لي هنا وسدوه قال هاي نهاية المنطقة يابا نحن 80 بيت أشو نهاية المنطقة قالوا هاي نهاية المنطقة يعني هاي صارنا أسبوع معاهم على الموصل والبوري لي هنا يابا تعالوا مدونا شمعات يقولوا أنتم تجاوز يابا أشو تجاوز مدونا البواري لبيوتنا وخلف الله عليكم لا حبيبي أشو تجاوز كل بيوت ملك وسا طلع لك السند مال البيت وهاي صار لي تسعة أيامي ضبط ما عندي مي ننقل بالدبابة من يوم الثلج لحد الان ننقل بالدبابي ميه. والله هم المهندسين يجون هنا والمقاول وراجعنا وما ما 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 فادنا. والله نطالب بس بالمويه يا اخي خربوه بس يرجعوا دحق على الشوارع على الحفريات وبلا مويه. من الصبح الساعه 8 خبرتني المديره مع المدرسه قالت الاطفال عيداومون كله بنات. ماي ماكو، الاطفال يريدون يفوتون على الصحيات يشربون ماي يغسلون ماكو، قالت لي يعني دبر لنا شاره خبر احد. هاي سبعة ايام ماي ماكو العالم تنقل بالدبيات تشتري تانكرات وتجيب بعد ما طلعنا من الخراب والدمار زائدا هاي الحفريات جاء حفره وكملوا ومنين نقص البوري وماي ماكو للمنطقه نروح على الماء ومجاري الظهر نجي الصبح نجي باكر وما حد جانا واي الخراب واي تشول الوسخ تبليط ماكو هاي منظر قدام مدرسه بشوف هذا منظر قدام مدرسه طمش الاطفال يجون على المدرسه يصلون هنا يقعون بالصيانات يرجعون على البيت الانقاذ وتجيفه جو جثث حق جو النفق والمايه اسبوع ماكو يصلكم بلا مويه هاي اسبوع زي ما راجعتوا دار في المدينه راجعوا يقولون باكر وعقب باكر ما حد جانا ايش رايك تقضوا بلا مويه والله جانا تنكر اول خير جاب لنا ترس لنا ماي هذا التنكر اللي جابكم صالح الشرب والله ما نعرف مين صالح من الشرب شو طالبين نطالب بمشي الانقاذ الجثث يا اخوي جو النفق دحق الجيفة يا ابن ذاك بيتنا مواقع نظمات مال الاعمار ابن ما تجينا ولا تنظيف ما حد جاكم ما حد والله ما جاء وكتبونا من قبل رمضان لحد الان ما حد جا علينا